عنك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، ياللي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. والعبرة مش كترة واللي راحوا مش راجع، العبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في ايام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب. حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. أيام الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، عبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في ايام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب. يعني إذا بدنا نعتمد على الكلام اللي قلت لي يا كولونيل، بتكون المعلومات عن القضية مش كافية لتكفي فيها على الآخر. مثل ما مبين، التحقيق بتنقص الأدلة والإثباتات. تكون صادق معك، أنا بفضل ما أعطي رأيي بهالموضوع على القليلة بالوقت الحاضر. كلامك بمحله ماتر. تعرف اللي خبرني عنك إنك إنسان مميز وذكي ما كان غلطان. الله يديمك كولونيل، شهادتك بعتز فيها. تسلم. طيب ماتر فؤاد، أنا بعد في موضوع تاني بدي أحكي معك فيه. مشغول شي أو بعد معنا شوية وقت؟ لا لا، في وقت، تفضل. شكرا. حضرتك بتعرف الدكتور رأفت نعوم؟ قصدك الجراح المشهور؟ صحيح. للحقيقة أنا بسمع عنه بس ولا مرة شفته. طيب وبنته؟ شو بها؟ تعرفها؟ تقريبا. كيف يعني تقريبا؟ هي كانت عايشة بفرنسا، ومن بعد ما رجعت على لبنان طلبت مني يكون محامية الخاص. قبل هيك ما كنت بتعرفها؟ لا. طيب طالما ما كان في معرفة سابقة بيناتكم، كيف هيك فجأة تطلبك تكون محامية ووكيل أعمالها وانت بالذات؟ خالي بيكون شوفير بيا وهو اللي عرفني عليه. ايه نسيت، معك حق. كولونيل، شغلت لي بالي، ليش عم تسألني كل هالأسئلة؟ في شي يعني؟ لا لا لا، ما في أي سبب معين. حتى طمنك وريح لك بالك، أنا وصلني خبر إنه حضرتك أنت اللي اتصلت بالبنت على فرنسا
وخبرتها عن حادث بيها. صحيح. قلت بسألك عنها شوي. لا لا، القصة كانت بنت ساعتها. بس في أعرف مين اللي وصل لك هالكلام؟ ما حدا غير خالك. خالي؟ وجيه؟ نعم. ليش حضرتك بتعرف خالي؟ يعني فيك تقول هيك شيء. ما زالك اليوم رح تبلش تعيش بيناته. خليني أعطيك فكرة عن كل شخص بهالبيت لحتى تعرف كيف بدك تتعامل معه. والله بكون ممنونك معلم وجيه. لكن اسمع، اولا عندك دكتور رأفت. توفت مرته هي وعم تولد دموزيل جنان. كان يحبها كتير بس للاسف راحت. ما كان صار لهم سنتين مجوزين، وكانه ما بيكفي وفاه مرته بلشت بنته جنان تعمل ضيق تنفس ورفات قلب، وبتبين بالفحوصات انه قلبها مشوه منه طبيعي. وتخيل يا حرام هالبنت ما لها وجع حست فيه. هلا انت عم بتخبرني عن البنت اللي انا رايح اشتغل عندها؟ ايه بس اطمن، هيدا كان من زمان. لانه بس عرف بي الدكتور رأفت انه هالمشكله رح تسبب لها خطر على حياتها، دغري سفرها على فرنسا، وهونيك عملوا لها عمليه زرع قلب جديد. يا حرام، بعد في شيء اكثر من هيك لازم اعرفه؟ بالمبدا هودي هن كل اللي خبرتك اياهم. مهم هلا الله يشفي الدكتور رأفت ويردوا على بيته. هلا الدكتور رأفت يعني بيا لجنان؟ شو بو يعني؟ كيف شو بو؟ ما بتعرف شو صار معه؟ من هين بدي اعرف اذا ما حدا خبرني؟ كنت رحت لعند الجماعه مثل اطرش بالزفه. لا لا رح خبرك، ما تعتلهم. الدكتور رأفت عمل حادث بسيارته وهو هلا بالمستشفى، وصار له فتره بالعنايه الفايقه. اوف، هالقد كان الحادث قوي؟ مش الحادث اللي كان قوي، هي الجرحة القلبية اللي عملها قبل الحادث هي اللي كانت قوية، قوية كتير. روعة. خير بك شي حبيبتي؟ لا لا ما بني شي، ميرسي. كين؟ كارين؟ بك شي ماما؟ لا لا ماما ما بني شي، راسي شوي عم يوجعني وعم تلعي نفسي. أكيد يا حبيبي أكيد، هذا مش شوب. هلا بس نخلص بنروح على شي مطعم ناخذ شي بارد. ليش جينا لهون؟ امبارح قمت لقيامك كيف قلت لك بدي اطلع، شو صار لك هلا؟ ما كان بديك تشوفي هيدا المنظر. اي منظر؟ شكلهم بدهم يعمروا. بتعرفي؟ يا ريتني ما جيت، يا ريتني بقيت بالاوضه كان المنظر احلى. من 15 سنة تحت هيدا التراب رأفت دفن بنته جنان. شو؟ جنان مدفونة هون؟ نعم، بس مثل ما انك شايفة في حدا قادر يوصل للأرض وينبش المدفن. يمكن أكيد عطى خبر للدرك وبيكونوا هلأ عم بيحققوا بالموضوع تيعرفوا مين صاحبة الجدة. شفتي ليش أنا هلأ مرعوبة؟ وضروري ترعبيني معك؟ رشاد مش لازم نخبر البابا لأنه أكيد رح يزعل، مش بس رح يزعل رح يجن جنونه. أنا كمان مش من زمان عرفت شو عم بيصير هون وجن جنوني. خفت كتير بس ما قدرت أقول شي لأنه ما كان بديك تعرفي وين مدفونة جنان. بالعكس كان لازم تخبريني. أنا وجنان كنا كتير قراب من بعض، كنا كتير أصحاب. هلأ صرت أعرف وين هي مدفونة، حتى لو الجدة مش هون، بس على القليلة صار فيه إجي لعندها وأحكي معها. تعرفي
هيك كان يعمل رأفت. أمل حبيبتي، وعديني إنه ما حدا يعرف الحقيقة. ما حدا رح يعرف. أصلاً أمل شعلان هي المدفونة هون، مش جنان. أنا جنان، أنا جنان بنت رأفت اللي عم تحكي معك. بليز رشاد، ما بقى تجيبي لي سيرة أمل، أوكي؟ طب شو رأيك إذا خبرتك ماتر فؤاد إنه معلوماتي بتقول إنه علاقتك بالبنت أكتر بشوي من مجرد علاقة شغل؟ نعم؟ ما فهمت شو قصة أكتر بشوي؟ قصدك يعني إنه في شي بيني وبينها؟ إذا بدك فينا نقول هيك. وما تقلي كمان إنه خالي هو اللي خبرك. لا، حقيقة لا، خالك هالمرة ما إله علاقة. مين اللي قال لك لكين؟ شوف هون. عم تراقبوني كولونيل؟ ما بعتقد بعد اللي شفته وسمعته رح ضل مصدق انه سبب دعوتي لهون كان بس لاستشارة قانونية. اكيد لا. فاذا بعتبر حالي مش مضطر جاوب على اي سؤال بتسألني الا اذا بتخبرني ليش عم تراقبني وشو سبب اهتمامك بعلاقتي مع موكلتي جنان نعوم. ماتر فؤاد، بتمنى عليك تروق والقوه تنفعل. لسه ما بتستاهل هالقد كولونيل. ما بتستاهل هالقد؟ هيدي خصوصياتي، عم تتدخل بحياتي بطريقه غير قانونيه. شو اللي بيستاهل عندك لكن؟ هيئتك نسيت اني محامي وعندي حصانه من النقابه. يمكن ما رح انكر، بس باكد لك اني كنت مجبور اعمل هيك. وشو اللي جابرك؟ التحقيق بقضيه المدفن اللي لقيناه على التلي. ليش انا شو لي علاقه بهالموضوع؟ ما حدا قال انه انت بالذات لك علاقه. مين اللي له علاقه لكن؟ بنت الدكتور؟ كمان لا. ما دام لا انا ولا بنت الدكتور لنا علاقه، لكن ليش عم تراقبنا؟ متر فؤاد، بترجيك ما تحرجني اكثر. هلا ماني قادر اوضح لك شيء ابدا. اوكي. فاذا بهيك حاله انا مضطر انسحب. وعلى فكره كولونيل، في حال قررت ترجع تبعت وراي، بتمنى يكون الاستدعاء مرفق باذن خطي من النيابه العامه ونقابه المحامين. بدي عزبك عمو المعروف. ساسين، فؤاد العالم هلا ظهر من عندي. بدي مجدي والشباب يمشوا وراه. راقبوه 24 على 24، مفهوم؟ بدي معلومات كاملة شاملة عنه، عن كل تحركاته، ولك حتى أسامي الناس اللي بيقابلهم بدي إياها. اوعى تغفلوا عنه لحظة واحدة. ولك إذا فات على الحمام، الحق. هيدا هو البيت. حلو كتير. لو بتشوف اصحابه شو حلوين. هيدا عم واجيه وصل. مشى نظهر. يلا حبيبتي اعطيني دقيقة بس تجيب جزبين. ما تتأخر. خواجة وجيه، قبل ما تنزل، بعد في شيء لازم أعرفه عن الجماعة؟ شو بك خي؟ شد حالك. بعيون
هناك بيموتوا ناس. في ناس طالعة من فيلا. هيدي هي ست جنان اللي حكيتك عنها. مين قصدك؟ الصبية؟ مظبوط. والمدام اللي معها؟ هيدي مدام رشاد يلي ربت جنان بعد وفاة أمها. خواجة وجيه؟ نعم. تيابي منيح؟ ايه منيح. شو جايين نجوزك؟ مش هيك قصدي، بس شو بعرفنا؟ طمن، جنان عقلة كبير وبتفهم، يعني ما بتحكم على الناس من تيابة. بعدين بتحبني كتير، يعني إذا هالشي صار وما قبلت فيك بوعدك بتدخل شخصيا وبقناها حتى تردك. ما بخفى عليك، أنا أول ما شفتك استهدمتك. بعدين بهمني يكون معي حدا بالفيلا يسليني، بطق قلبي كل النهار. فهمت عليك معلم وجيه، أنت شيخ الشباب. زلت أعرفكم على بعض. بعدين طعيت لدموزيل جنان ووعد بين لها إنك خايف أو ملبك قدامها، أحسن مساعدتها أنا ألا تستغني عن خدماتك. شد حالك، بعانة جدتي جايبينه ولا يحميه، صار بده مين يحميه؟ ايام الحلو بتعطيك حب وفرح السعادة. حضرته فارس اللي رح يشتغل عنا. صباح الخير مدام. اهلا. صباح الخير دموزيل حنان. جنان. دموزيل جنان. اهلا. اكيد الاستاذ فؤاد خبرك شو شغلك عندي. اي نعم، حارس للفيلا ولحضرتك. عاد يعني بدك تروح معه وين ما راحت، بترفقها مثل خيالها. اكيد مدام. تنشوف. عم واجيه، بليز بدك توصلنا على البابا على المستشفى. على راسي يا بنت، بس خليني احط سيارتي بالجراج وبجيب سيارتي. يا بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان. فارس هلا انت بتقعد قدام حد عم واجيه. بأمرك. يا بنتي الزعل والبكي والتعصيب هودي هن اللي بيجيبوا وجع الراس وبقصر العمر. اسمعي مني، نسيب كبري وراك. ماما حاسة حالي بدي راجع، نفسي كثير عم تلعي. يا ربي ليش هيك عم بيصير معها هالبنت؟ الله. طلعي طلعي بالسيارة، هلا بنوصل على شي مطعم نرتاح شوي وبناخد شي بارد، وإذا دليتي هيك بنكفي لعند الدكتور بيفحصك وبشوف شو بكي. لا لا شو دكتور؟ خديني على البيت. لا يا حبيبتي لا، خيتي بغير هالمسلة. أو أنت مريضة ولازم يشوفك الدكتور، أو أنت عم تتغنجي علي حتى نروح على البيت ما نشتري تياب. بتعرفي شو؟ خلص ما نروح على شي مطعم. شفتي يا حربوقة؟ بلشت أفهم لعباتك. ذكرني شو اسمك؟ فارس. فارس شو؟ فارس فارس زيدان. قلت لي فارس صار معك خبر بكل شيء. ايه نعم، استاذ فؤاد فهمني شو القصة. هو هذيك يا ست جنان،
طالما انا عايش ما رح اخلي ابن مره يقرب منك او حدا يغلط معك. غريب، وجه هالشاب مش غريب عني، انا اكيد شايفته من قبل، بس وين؟ هيك قضايا انعام تاخد وقت. عماد عم ينصحك بده كرمالك، بس تصوري جنان تطلع بنت رأفت، شو بدي يكون موقفك ساعتها؟ ولا ممكن هالبنت اللي عاملة حالها بنت رأفت تكون هي جنان. لك جنان كانت عم بتموت، والدكتور روجيه أكد لي إنه بيعرفها كتير منيح لهيدي البنت، وصحتها مثل الحديد، يعني عكس ما كان يقول رأفت. يعني شي بضيع العقل إنه هيك بتيجي بنت من آخر الدنيا بتعمل حالها بنت رأفت، وبعدين تنتحل شخصية جنان بدون ما تخاف إنه حدا يفضحها. إذا هالبنت عملت هيك أنا بعترف لها إنه قلبها قوي. هاي هي النصب والاحتيال، بدهن قوة قلب، وهيدي البنت عم تعمل ضرب احتيال، لازم أوقف بوجهها وما خليها توصل للي بدها إياه. خايفة على سمعة رأفت معك؟ لا والله، خايفة على ساروته، إنه كل هالمصريات اللي جمعها من حقي وحق أولادي بس يموت. مش رح خلي وحدة شرشوحة مش معروف من وين جاية تيجي تاخد له ساروته ونحن قاعدين هيك عم نتفرج عليها. لكيف فرجينا شطارتك؟ لأنه يعني أنت عندك شك بشطارتي؟ قبلني شطارتك أنت. جلس. أنا رح أنطركم هون، خدوا وقت. فارس، أنت خليك معنا. جنان حبيبتي توريني هون، انا رح فوت شوف اذا بيك بعده بالعناية ولا نقلوه على الاوضه. بلا بعرفه منيح كمان. معقول كان عايش بفرنسا؟ لازم اساله. فارس؟ نعم دموزيل، في شيء؟ لا ابدا، بس بدي اسالك شو كنت تشتغل قبل؟ أنا بالأول ما كنت أشتغل. ما كنت تشتغل شيء؟ قصدك كنت مسافر؟ مين أنا كنت مسافر؟ ولا مرة سافرت بحياتي. طيب وين كنت عايش؟ أنا كنت عايش بالضيعة، وهيك عم بهتم بالرزقات. بس توفت امي صرت لوحدي، ساعتها قررت اني انزل على بيروت واقعد عند ابن عمي ونبش على شغل واسس حياه جديده كمان. مش كانك تاخرت لتاسس حياتك؟ انه في رزق بالضيعه. شو بدي اعمل؟ اوقات الحياه بتتحكم بالانسان، بتجبره للواحد انه يعيش بظروف هو ما بيلاقي حاله فيها. كيف يعني؟ امي الله يرحمها كانت مريضه سرطان وتعذبت كثير، وانا كنت مجبور ضل حدا وساعدها، وانا ما اندمت. وما عندك اخوه يساعدوا؟ لا انا وحيد. ايه فهمت عليك. انت من وين؟ من اي ضيعه؟ انا من فوق هون، ضيعه اسمها رومي. حلو، مش كتير بعيد عن بيروت. ما بعرف. بلا، لا مش كتير بعيد. رومية بيقولوا عنا حلوة. ما تشد ايدك. جنان بيك بعده بالعناية، بس دكتور سعيد ترك لنا خبر على الاستعلامات تنمره لعنده بالأول، على المكتب بنروح معه منزوره. طيب مشي لك. يلا حبيبتي.
أمر حضرة المحامي. خال، بدي أسألك، أنت بتعرف المقدم رمزي المعلولة؟ إيه شفته مرة. قصدك يوم اللي طلبك لعنده على المخفر؟ لك الخبرية. وأنت كيف عرفت؟ ما في شي بيك عليك؟ خال شو بيك؟ ما أنت اللي خبرتني إنه بعتين وراك على المخفر، بس ما قلت لي ليش طلب يشوفك. قلت لك كان بده ياخد رأيي بموضوع. كان بده ياخد رأيك بموضوع أو ليحقق معك بموضوع؟ ما زال عارف ليش عم تسألني. خال، أنت غلطت. كان لازم تخبرني شو صار حديث أنت والكولونيل. بالأول ما كنت عارف إنه الكولونيل طلبني للتحقيق. من بعد ما رحت لعنده وحقق معي، بيان لأنه القصة ما بتحرز لخبرك عنه. شو هالحكي هيدا يا خال؟ أنت عارف إنه هالضابط باع التحرية ليضلوا وراك حتى يراقبوك ويصوروك؟ شو هيدا؟ رجعت لشو قلت؟ ضابط باع التحرية وراي يراقبوني ويصوروني؟ لعمى شو هالخبرية؟ شو أنا جيمس بون؟ مش وقت مسحك هلأ يا خال. ما تعيط علي يا ابني. بعدين أنت مين خبرك هيك؟ اليوم كنت عنده بالمخفر وفرجيني الصور. شو رح تعمل عنده؟ طلبني للتحقيق مثل ما عامل معك. شو ما عنده شغلة وعامل غيرنا هالضابط؟ خال، بشرفك من اليوم ورايح بتحكيني دغري إذا رجع بعت وراك. طيب شو بده منا؟ ما كان يقل لي، بس إلا ما أعرف. شو ماما؟ كيف صرتي هلأ؟ أحسن. يعني ما في لزوم نروح عند الدكتور؟ لا لا ما في لزوم. بس أنا عارفة شو بكي. شو بني ماما؟ أو أنت مضرورة من شي أو صايبة عين. نيالك ما أفضى بالك. حضرتك دموزيل كارين يزبك؟ نعم. تفضل. شو هودي؟ انت طلبتيهم كارين؟ لا سوري، هودي ضيافه من الدكتور يلي هون. دكتور؟ تفضل، هيدا الكار بيس. روح قل له ميرسي وخلي يجي يقعد معنا. ماما؟ كارين سكتي، تركيني أنا أتصرف. روح عمون مثل ما قلت لك. أوكي. صحة وهنا. سميتك يا وديع. رح خبرك سر. سر؟ سر كتير حلو. خير إن شاء الله. اليوم عندك زوار مميزين. بنتي جاي؟ بنتك بزيتها. حياتي اشتقت لها. مثل القمر اسم الله. أشي يا وديع. بس ما كان لازم تجي. ما بدك اياها تجي على المستشفى؟ ولو؟ ما بدي اياها تجي من فرنسا. معقول تعرف شو صار معك وتتركك لحالك؟ خلص هي قصة الموضوع. هي ساعة شيء يمكن تكون وصلت. سرك ببير معلمي، قول ما تعطى الهم. ليكو شي، إذا بيوم الأيام صار لي شيء ما بدي جنان ترجع على لبنان. جنان مش لازم تيجي لهون ولا تشوف حدا ولا تحكي مع حدا. الله لا يقدر ويصيبك مكروه معلمي، بس ليش عم تطلب مني هيك طلب؟ أنت بتعرفني بوثق فيك،
الأمار بيت الله. إن شاء الله بتعيش 100 سنة. أمول اللي طلبته منك. جنان إذا إجت لهون حياتي رح تكون بخطر. بحميها بعيوني معلمي. ما بدي إياك تحميها. بدي إياك ما تخليها تيجي تشوفني حتى ولو عم بوت. إذا بقي مكفي بهالتحسن ما بقعد في مانع إنه ننقل على الغرفة أول الأسبوع الجاي. هاي دكتور؟ أكيد إن شاء الله. ساعتها بصير فيك تبقي مع بيك قد ما بدك. إن شاء الله دكتور، الله يسمع منك. طيب هلا اطمنا على صحة رأفت، بيبقى نطمن على صحة جنان. صحتي أنا؟ قصدي عن قلبك. لا لا الحمد لله، جنان صارت كتير منيحة. ما عاد بها شيء. ايه مزبوط الحمد لله مش الحال. يعني كل شيء صار منيح بعد العملية؟ ايه اكيد لا ولو، ما يحيى كلها سوا قدامك شوف. كثير منيحة صحتها عظيمة. ايه الحمد لله. برافو هيدي خبرية حلوة. ميرسي دكتور. اكيد بعدك عم تاخذي الدواء مثل ما لازم. الدواء؟ لا دكتور ما قلنا لك جنان صارت كثير منيحة. وقفت الدواء من زمان لشو بدها تاخد الدواء؟ قلتي لي ما عاد عم تاخد دواء قلبها؟ ابدا. رأفت كان عارف؟ اكيد، ما هو اللي طلب منا لجنان توقف الدواء. طيب يلا خلينا نطلع الدكتور رأفت. ايه اكيد بيكون افضل. بعد نفسك عم تلعي ماما؟ ايه ماما اوقات. بسيطة حبيبي، هلا بعمل لك فنجان سخن بتروقي تخري. أوليك؟ اكيد، اسأليني لإلي، أنا ياما بالزمانات صاير معي هيك. بعرف. بتعرفي كان مهضوم هالدكتور. كارين بدي اقول لك شيء. شو ماما؟ بعد كم يوم عيد ميلادك. صحيح. يعني يا بنتي صرتي صبية والبنات يلي بعمرك تجوزوا من زمان وصار عندهم اولاد. ماما بشرفك بلا هالحديث هلا، منك شايفتيني متضايقة؟ ما قادرة اسمع حكي. هيدا الشاب يلي جرب يتعرف عليكي هو دكتور، مش حيالله حدا. ولو ما عجبتيه ما كان اجى لعندك، مسطل فيك وميت ليتعرف عليكي. وشو يعني؟ يعني حلك بقى توعي على حالك وتفكري بمستقبلك. الماما معها حق، هيدا دكتور مش شخص عادي، إذا عرفت تصرفت ممكن كتير يساعدني بمصيبتي. مرحبا وديع. اهلا اهلا. الدكتور رأفت واعي؟ ايه نعم، هلا وعيت ومش وقتك الدقوا. تفضل. بابا حبيبي اشتقت لك. اشتقت لك كثير يا قلبي. الحمد لله على السلامة يا حياتي. ليش كسرتي لي كرمتي؟ شي تعرفني يا بنتي. كنت رح موت لو ما جيت. ما بدي اتركك لوحدك. يا حبيبتي، لكن لازم تيجي. بابا، أنا بعرف إنك مش راضي عن مشواري لهون. بس صدقني ما كفي قدامي غير حلي هدي لأعصابي ويريح لي بالي. بعدين
اليوم اللي أنا كنت بالماضي بحاجة لمين يوقف حدي ويساعدني، أنت ما تركتني ولا لحظة. معقول أنا أكون بعيدة عنك وأنت بحاجة لإلي كون حبك؟ يا رب حنك بقى تشفع على بنتي جنان، صارت صبية بحلى تعيش حياتها وشبابها بكل الصبايا اللي من عمرها، عشت كل حياتها بالعذاب وهي نقطة راحتك، حلم الوحيد تلاقي قلب حل قلب المرض، أقلع الحلم حتى يرجع الأمل لحياتها، أعطيها الأمل يا رب. أنت رح تضل مغمض عيونك عنها، أنت رح تضل تعذبها، وين رحمتك يا الله؟ ثانت تشوف هالبنت كيف صار تأخرت رجعت. جبت لي طلبته منك؟ أكيد دكتور جبته. وشو قالوا لك بالمستشفى لما قري الورقة؟ ولا شيء. الممرض أخذ مني حنجور الدم اللي سحبته أنت من البنت ونزله على المختبر، وبعد شي 10 دقايق إجا وعطيني هالأغراض الكرتونة والكيس. رجعت. بدي منك تجيبيني زاد في مي فترة ومنشفة نظيفة. على راسي دكتور. ما قلتيلي اضرب المختبر امنوا لي دم مثل دم البنت؟ امنوا لي 4 لترات بدل اللترين وبقولوا لك سلمتها جنان. وكان لازم تخبريهم انه جنان عامل كريزة؟ انا ما جبت سيرة دكتور. هن هيك قدروا من بعد ما طلعت نتيجة فحص الدم. كيف؟ ما فهم. دكتور فقد دم البنت طلعت هي نفسها فقد دم بنتك جنان. أبي نيجاتيف. معقول؟ إيه نعم يا رأفت. قلتلك أنا حاسة إنه الله رح يستجيب لصلواتنا ورح يشفق على بنتك ويبعت لحدا يعطيها قلب جديد. وهلأ صار عنا القلب البديل يا رأفت. من شو عم تحكي يا شارك؟ دكتور أنت عارف عن شو عم بحكي. بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. بعيونك بيموتوا ناس وهن عايشين قبالك، يلي غابوا من الأساس بيبقوا عايشين قبالك. والعبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، العبرة بوفا العشرة رغم الزمان الضايع. في أيام بتعطي الدروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتشفي القلب التعبان. العبرة مش بالكترة واللي راحوا مش راجع، العبرة بوفا العشرة في القلب التعبان.
الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. أيام الحلوة بتعطيك حب وفرح السعادة، والمرة منا بتغنيك خبرة وقوة بزيادة. والعبرة مش بالكترة، واللي راح ومش راجع عبرة بيوفى العشرة رغم الزمن الضايع. في أيام بتعطي دروس والوقت بيهدي النسيان، ما بتمحي دموعك كابوس ولا بتمحي.